السلام عليكم ازيكم عاملين ايه تعالوا بقى نشارك مع بعض النهارده كده وندردش مع بعض شويه ونعمل وجبه الفطار واقول لكم انا عملت ايه النهارده آه ونتكلم في موضوع مهم تعالوا نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام ونسمي بسم الله بصوا بقى انا النهارده دخلت المطبخ في حدود الساعه أربعة الا ربع او أربعة يعني آه على بال ما قمت من النوم كانت الساعه وحدة الظهر ظبطت شوية حاجات في البيت وقعدت شوية بعد كده بدأت أدخل المطبخ على الساعة أربعة إلا ربع أو أربعة آه أنا داخلة المطبخ عارفة أنا هعمل إيه وكنت مجهزة الحاجة من امبارح فالأكل مش هياخد في إيدي ساعة ونص بالكتير وهكون إن شاء الله مخلصة آه وعلى حسب بقى ما بكون هعمل الأكل يعني لما بيكون عندي بقى آه مثلا فراخ هتتغسل بني اي حاجه هتتغسل مش متحضره بدخل المطبخ الساعه تلاتة بحيث ان انا ادخل المطبخ اخرج منه وقت ما اذان المغرب بيكون بيأذن ما افضلش بقى اعمل حاجه واقعد واعمل حاجه واقعد والحاجه تبرد فبدخل يدوب على ميعاد الساعه يبقى فرق بيني وبين توقيت المغرب يعني ساعه ساعه ونص وزي ما قلت لكم بكون محضره يعني اغلب الحاجات دي مش هتاخد وقت ولو هتلاحظوا ان انا اشتغلت على العيون اللي قدام بس يعني بقت عماله بدل واشيل واحط والاكل الحمد لله كان وقت اذان المغرب كان جاهز في رمضان بقى بحب ان انا لما اكون مثلا هجهز اكل بحضره من بالليل مش بحضره بعمله بس لو هعمل لحمه بطلعها من بالليل من الفريزر بحطها في التلاجة اول لما بقوم بلاقيها اي ابتدت ان هي تفك زي ما انتم شايفين كده فبتسهل عليا آه نفس الكلام برضو لما بكون في فراخ ولا حاجة بكون غسلها قبلها ومتبلاها ومغطيها في علبة آه لو هعملها في الفرن وبخليها برضو من بالليل بتشرب من التتبيلة اما لو شايفة ان انا ممكن هسلق الفراخ فبنقعها من بالليل في مية بملح بخل شوية سكر وبعد ما بكون غسلتها كويس بسيبها علشان تمص كل الدم اللي موجود في العظم وتاني يوم برمي المية دي وبغيرها ببدأ ان انا اسلقها عادي فموضوع التحضير ده انك تجهز الحاجة من بالليل او تبقي عارفة هتعملي تاني يوم ايه تبقي مظبطة حاجتك بيسهل عليكي كتير في الوقت وفي المجهود بالذات ان احنا كمان بنبقى بنعمل الاكل واحنا صايمين وبنبقى عايزين نصلي او نقرا شويه في القران بس انا بصراحه ما بقراش القران قبل الفطار يعني انا بقوم اصلي بعد كده ادخل على المطبخ القران بحب ان انا اقرا بعد الفطار بكون فطرت وشربت الشاي وممكن بقى اقعد اقرا القران اخد جزء اتنين مفيش مشكله بعد السحور ممكن اقعد برضو اقرا شويه فبحس ان انا بيبقى عندي باور في ان انا اركز في قرايه القران وببقى فايقه وممكن اخد اكتر من جزء وانا قاعده ماسكه المصحف ان الموبايل كان بيعلق معايا معلش عشان ايه صورت كتير المهم قلت اعمل النهارده صينيه جلاش طريه كده كنت جايبه لفه طري من السوبر ماركت طلعتها لقيتها اربع وحدات تمام المهم رحت حاطه طبقتين وطبقتين وحطيت اللحمه المفرومه وانا بعملها يعني بتبقى خفيفه يعني شبه ان هي ما دسم حتى لو لاحظتوا بحط مكعبات الزبده صغيره قوي علشان عندي في ناس في البيت ماشيه على دايت وفي ناس ما بتحبش الحاجه الدسمه فعندي قلق كده في البيت في موضوع الاكل ده يعني هما بيحبوا الحاجه يبقى طعمها خفيف ملهاش النكهه او الدسم الجامد هما مش بيقبلوا الحاجه دي ما بيعرفوش شكلها وانا اتعودت برضو زيهم يعني دلوقتي بعمل الحاجه بتبقى هيلسي وخفيفه ولو حطيت مكعب زبده اللي هو حاجه بسيطه طعم بس الاكل وخلاص بصوا بقى هقول لكم على فكره كمان آآ لما بكون بحضر اكل بكون مثلا عامله حساب ان انا هعمل النهارده كلها نواشف في الفرن فبعمل بولع الفرن واللي بعمله بدخله الفرن فده بيسهل عليا كتير قوي يعني انا من امبارح عامله حسابي ان انا مثلا هعمل صينيه رقاق وكفته وهعمل قرع عسل لا اله الله وايه تاني ورز بسمتي تمام فعامله حسابي ان التلاته دول هيدخلوا الفرن ورا بعض او مع بعض فهيوفروا عليا مجهود وكمان مش هياخدوا وقت في الفرن هياخد التسوية حوالي تلت ساعة نص ساعة بالكتير وهكون مخلصه ف نفس الكلام برضه اعمليه لو انتي مثلا هتحطي توابل وبتعملي كذا أكلة هتعملي حسابك مثلا ان انتي برطمانات التوابل هتطلعيها هتحطي مثلا توابل علي الكفته توابل علي البني توابل علي الشوربه توابل علي الرز كده في وقت واحد وتدخلي العلب ده بي... بينجز معاكي وبيسهل عليكي وبيوفر وقت ومجهود وبدل ما تعملي يعني آه زي ما بقولكم كده دبل ورك ورا بعض تشيلي وتحطي لا بيبقى يعني ايه تعب واحد انا بصوا ما شاء الله ما خدتش وقت معايا عملتها بسرعه كده وحطيتها في الصاج وكنت مطلعه برضو القرع بس ده انا مطلعه اول ما قمت من النوم وسبته يفك كنت جايبه قرع مقشراه مقطعاه وحاطه برطمان حطيت عليه بس معلقه سكر وشويه الميه وسبته ايه ياخد غلوه يستوي قلت بقى بعد ما خلصت بسرعه إيه اعمل آه الدرق بتاع الصوبيا لان عندي برضو بيحبوا الصوبيا قوي بيحبوش يشربوا اي حاجه تاني غير الصوبيا في صوبيا يبقى كده مبسوطين وفرحانين فعملت لهم الصوبيا اللي بيحبوها تمام وهبدا دلوقتي بقى اطلع الكوركيت. احمرها أه برضو الكركتن انا عاملاها من قبل رمضان وشايلها متبله وجاهزه بطلعها بس من الطبق كده احطها في الزيت أه الزيت ده انا محمره فيه مره قبل كده ودي المره الثانيه أه وبعد كل استخدام بغسل الطاسه وبحط الزيت في برطمان بقفله والمفروض ان هو يتحط داخل التلاجة بس انا مش بحطه جوه التلاجة الجو لسه محررش قوي فبخليه بره التلاجة جنب الاساس بتاعت الزيت كده وبيبقى جنبي لما بحب ان انا استخدم وطبعا ببقى عامله حسابي ان انا الزيت مثلا دوت نضيف محمره في بطاطس محمره في اي حاجه سريعه ما بيبقاش زيت سمك ولا في زفاره ولا اي حاجه فينفع ان احنا نحمر فيه مره واتنين وتلاته كمان طول ما الزيت نضيف معاكي هنا بقى خلاص ركنت كده الكوركيت بعد ما طلعتها و القرع بقى اللي مش هيتعمل يعني غير بسرعة بصوا ما وقت هو انا استوى ضربته مع كيس الفانيليا ومعلقة السكر وشوية المكسرات وجوز الهند انا ما بحبش اعمله ببشاميل يبقى تقيل فهو بالنسبة لي كده طعمه زي البطاطا وسكر بيبقى قليل مع شوية المكسرات بيبقى طعمه حلو بعد بقى ما خلصت الكفتة زي ما انتم شايفين بقى ما خدتش برضو وقت هولع بقى الفحمه دي علشان احطها في البرام البرام ده مخلياه يعني بعمل فيه الفحم ده باستمرار ولو هعمل اي اختراع تاني انا هنا كده كان الاذان ابتدى يأذن حضرت لهم بقى الاكل بسرعه وطلعت الحاجه من الفرن وسنية الرقاق قطعتها وادي القرع الجميل تمام كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم ان شاء الله تبقى ايام مباركة علينا وعليكم آه وكل اللي نفسه في حاجة يحققها بحبكم جدا جدا لو عجبكم الفيديو والروتين بتاع النهاردة ما تنسوش لايك حلوة وتشتركوا في القناة وتنوروني وتستنوني الفيديو جاي والسلام عليكم